السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فاخترت أن أتحدث اليوم عن موضوع جد مهم، وموضوع يتعلق ببر الوالدين، وهو يعتبر من بين القيم والأخلاق المهمة التي يتحدث عنها القرآن الكريم في مختلف الآيات والصور، وكذلك يتحدث عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث متنوعة. بر الوالدين هو في الحقيقة يعني أنك تحاول ما أمكن أن تقدم ما يجب عليك أن تقدمه لوالديك، لأمك وأبيك على حد سواء، من العناية والرعاية عن طريق الإحسان إليهما بالقلب والقول والعمل. نقصد بالقلب أنك تتعامل معهم بمشاعر جميلة وجيدة، مشاعر من الحنان والحب والطاعة وغير ذلك. وبالقول نقصد أنك تحدثهما بأحسن القول وبأحسن الكلام الذي يعجبهما، بمعنى أنك لا ترفع عليهما صوتك ولا تقطب جبينك في وجههما، وتحاول ما أمكن أن تتحدث معهما بكلام حسن وجميل. ثم بالعمل أو بالفعل، بمعنى أنك تقدم لهم الأفعال والأعمال الجيدة والجميلة، كحسن المعاشرة وكذلك الإعانة المادية إن هما كانا في حاجة إلى هذه الإعانة. Vandaag gaat in mijn lezing over een belangrijke waarde in de islam, namelijk het eren van de ouders. Dat je aan jouw ouders alles wat ze nodig hebben bedet. Zoals bijvoorbeeld meer, eigenlijk je geeft hen meer zorg, meer aandacht via jouw hart, jouw woorden en jouw daden. Jouw hart betekent dat je hen mooie gevoelens biedt en geeft, waaronder warmte, gehoorzaamheid en liefde. Via jouw daden, je praat hen op goede manier, je, met goede stem. Niet eigenlijk luid, niet roepen. Je gebruikt geen slechte woorden. En met jouw daden, dat wil zeggen dat je hen bijvoorbeeld, als zij arm zijn, dan moet je hen gewoon helpen, financieel helpen. Als zij zwak zijn, bijvoorbeeld in hun gezondheid, dan moet je hen gewoon ondersteunen, helpen. والإسلام يتميز عن باقي الأديان والثقافات والفلسفات بتركيزه على هذه القيمة، قيمة البر بالوالدين، وهي في الحقيقة هي قيمة إجبارية، بمعنى أنها واجبة ومفروضة على كل مسلم ومسلمة. ولو كان كذلك الوالدان أو أحدهما غير مسلم، ولو كان مشركا وغير مسلم، فيجب عليك في الإسلام أن تطيعهما وأن تتعامل معهما بالحسنى. والله سبحانه وتعالى أنه قارن بر الوالدين بعبادته وبعدم الشرك به في مجموعة من الآيات من الذكر الحكيم، عندما يذكر مثلا وبالوالدين إحسانا، فهو
فهو دائما يربط ذلك مثلا بالشرك أو بعبادته، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه في الحقيقة هي منزلة عظيمة لن تجدها في أي دين آخر أو أي ثقافة أخرى. لماذا؟ لأن والديك هما سبب وجودك، أنهما السبب أنك تنتقل أو تخرج من العدم إلى الوجود والحياة، كما جاء في تفسير لابن كثير. The Islam verschilt van andere religies en culturen wat de goede omgaan met jouw ouders betreft. Dat eigenlijk, of deze omgaan is verplicht van aard in de islam. Je moet hen op goede manier behandelen. Allah subhanahu wa ta'ala vraagt dat in de Koran en de profeet, vrede zij met hem, benadrukt dat in zijn sunnah. En in verschillende hadiths of overleveringen van de profeet. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn aanbieding en zijn geloof geassocieerd aan gehoorzaamheid aan jouw ouders. Dat wil zeggen dat het eren van jouw ouders van groot belang is in de islam. In de Koran, in verschillende ayas en versen van de Koran, luidt het: wees goed voor jou, voor jullie ouders. وبالوالدين إحسانا. ومن الأسئلة الجد مهمة وهي: لماذا بر الوالدين مهم في الإسلام إلى هذه الدرجة؟ لماذا؟ نحن عندما نتأمل مجموعة من الآيات والأحاديث يمكن لنا أن نسوق أجوبة عن هذا السؤال. لماذا الله سبحانه وتعالى أنه يعطي هذه القيمة الكبيرة والسامية للوالدين؟ على سبيل المثال أن الله سبحانه وتعالى أنه يعتبر بر الوالدين من أفضل وأحب الأعمال، فهي أفضل وأحب الأعمال، مصداقا لحديث الحديث النبوي الذي جاء فيه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فقال في جوابه: الصلاة لوقتها، ثم سئل للمرة الثانية ثم قال بعد ذلك: بر الوالدين. بر الوالدين. لذلك فالحقيقة هذه القيمة هي مهمة في الإسلام. الله سبحانه وتعالى هاودت فان دي هين دي هن أودرس أوب خوية مانير بهاندلن. Maar waarom eigenlijk? Waarom heeft de islam deze cruciale positie gegeven aan het omgaan met ouders? In een van de hadith van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam staat vermeld dat onmiddellijk na het gebed is het behandelen van jouw ouders op goede manier of komt op de tweede plaats. Thumma, إن الله سبحانه وتعالى أنه يزيد في الرزق للبار بوالديه، بل ويمد في عمره، يمد في عمره وفي حياته، كما جاء في الحديث النبوي أن الله سبحانه وتعالى أنه يعظم الله رزقه، أي لمن رزقه ويمد في أجله، لمن للذي يصل رحمه. وكما تعلمون أن الرحم الأولى هي الوالدين، هما اللذان يأتيان في الدرجة الأولى. ثم أن الله سبحانه وتعالى أنه يستجيب دعاء الوالد لولده، يستجيب هذا الدعاء، أن الوالد عندما يطلب ويدعو لولده فإن الله سبحانه وتعالى لا محالة سوف يستجيب له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أحد الأحاديث أنه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. الله سبحانه وتعالى فرميردت هتخيلت أن دي إنكومن
van diegenen die hun ouders op goede manier behandelen. En ook verlengd in hun leeftijden, zoals de profeet Mohammed, vrede zij met hem, stelt. Wanneer de ouders een smeekbede verrichten voor hun kinderen, dan wordt dat gehoord door de profeet, door Allah subhanahu wa ta'ala. ثم إن بر الوالدين هو نوع من السعي في سبيل الله. فالذي مثلا يخرج من المنزل ليعمل ويجهد ويكد من أجل أن يطعم والديه الكبيرين في السن أو المريضين، فإن هذا العمل هو عمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قد يكون بر والديك سببا في دخولك للجنة، وذلك كما جاء في حديث معروف للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ رغم أنف بمعنى أن هذا الأنف أنه يلتصق بالتراب بالأرض، أنه رغم. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. لذلك فأنا أقول لكم أيها الإخوة: من أحد أبويه في الحياة فليتعظ ولينتبه لهذه المسألة، فهذه فرصة لك لأن تدخل الجنة، ربما بعمل بسيط في آخر حياتهما، وسوف يكتب لك الله سبحانه وتعالى الجنة. As you hard worked om jouw ouders eigenlijk te helpen en te financieren, is jouw werk fi sabilillah, is jouw werk een soort jihad en een soort inspanning voor Allah subhanahu wa ta'ala. En het eren van jouw ouders kan leiden tot eigenlijk het intreden van het paradijs. Als je jouw ouders eert, helpt en op perfecte manier behandeld, kan dat leiden tot het paradijs. Dat is een zeer belangrijke gelegenheid voor ons allemaal om hier gewoon eigenlijk rekening te houden met eigenlijk onze ouders. والآن عندي سؤال جد مهم وأختم بهذا السؤال: وكيف تحسن إلى والديك؟ هذا سؤال عملي مهم. هناك ناس يقولوا هذا كلام حول الوالدين، فضل احترام الوالدين، ولكن كيف أفعل ذلك؟ مسائل جد بسيطة تعملها في حياتك وسوف أنك تنجح في رضا والديك وفي برهما، إذا كان على الحياة أو على قيد الحياة أو أحدهما كان على قيد الحياة. يمكن لك أن تحقق ذلك عبر الدعاء لهما، فقط الدعاء العادي وأنت تصلي لهما بالصحة بالهناء بالشفاء وغير ذلك. والإنسان عندما يصلي، فأي مسلم أنه يدعو لوالديه بالصدقة عنهما. الصدقة عنهما ليست فقط للأموات ولكن كذلك للأحياء، هذه مسألة جد مهمة. أنك مثلا تساهم في المسجد هنا، تقول: أنا سوف أساهم بخمسين أو مئة يورو لأجل أمي التي هي في الحياة أو أبي الذي في الحياة، فهذا سوف يكتب لك في إطار بر الوالدين. ثم مثلا الترويح عنهما، الضحك معهما، السفر معهما، واللعب معهما وغير ذلك من الأمور. ثم هناك أمور أخرى، مثلا أنك تقبل رأسهما، تقبل يدهما، هذه أمور بسيطة ولكن جد مهمة عند الوالدين، لا سيما عندما يكون قد بلغ من الكبر عتيا. ثم الزيارات، والآن نحن في حالتنا الاتصال، الآن الواتساب مجاني لا تدفع شيء، ولكن للأسف الشديد الإنسان يتهاون في التواصل مع والديه، مع أن الواتساب تفتح الواتساب وتتصل معهم تقريبا كل يوم أو يومين أو غير ذلك. ثم مسألة أخرى، وهي أن تتشاور معهم، لا سيما في الأمور الخاصة، لكن للأسف الشديد نحن بتعدنا بمجرد ما نكبر نبتعد عن الوالدين. إما الإنسان أنه ينشغل بزوجته أو زوجته بأبنائه بالحياة وغير ذلك،
في حين أن الوالدين في أمس الحاجة إلى هذه المسائل البسيطة، عندما تتشاور معهما فأنت لا تقدم لهما مالا أو جهدا، فقط المشاورة. يا أمي أنا أريد مثلا أن أتقدم للعمل، أريد أن أبني منزلا، أريد أن أتزوج، فعلى الأقل أن تسمع لمشورتها، وفي هذا بركة كبيرة في الإسلام. بل ومن الأمور التي اطلعت عليها وهي جد مهمة، عندما يناديك أبوك أو تناديك أمك مثلا وأنت مشغول، العلماء بعض العلماء يقولون ولو كنت تصلي النافلة وأمك تناديك فيمكن لك أن تتوقف في الصلاة وتجيبها. بل هناك فقهاء آخرين يقولون أيضا إذا كنت تصلي الفريضة وأمك تناديك أو أبوك فيمكن لك أن توقف صلاة الفريضة لتجيبهما. فهذه مسألة جد مهمة في الإسلام. Een van mijn belangrijke vragen is hoe kan je omgaan met jouw ouders op goede manier? Als met name ze levend zijn, door verschillende middelen, bijvoorbeeld door smeekbeden, door liefdadigheid voor hen, ook liefdadigheid voor hen en hen blij maken, en hen blij maken door verschillende eigenlijk wijzen, praten, spelen, lachen enzovoort. En ook overleg met jouw ouders. Je hebt iets, je wilt iets doen, je wilt trouwen, je wilt bijvoorbeeld solliciteren voor naar een werk, je wilt bijvoorbeeld reizen. Als je eigenlijk dat overlegt met jouw ouders, dat is heel goed.